سامرك الدستور قال الدستور على اليوتيوب معنا فيديو استعراض للجيش السعودي قبل الفيديو عودك اشترك بالقناة واضغط لايك والله نبدأ الفيديو. بدأنا الفيديو من الاستعراض. بدأنا اكواد الاستعراض قبل يخش الفيديو الرقمي. بدأنا القوات البرية القوات المشاة استعداد تدريبات العلم السعودي العالم السعودي موسيقى مرة نارية للاستعراض العسكري أو تخرج دفعات من الكلية العسكرية السعودية. شوف دي عملية إنقاذ أو القبض على المجرمين من جوا السيارة دي برضه الاستعراض العسكري أو برضه الاستعراض للطيارات بيديله التحية بالدرس السعودية للطيارات من فوق. دي القوات الخاصة شوف القوات الخاصة دي برضو بدي تدريبات برضو التحامي ازاي تحمي عدوه زي كده شوفها شوفوا بتاع عامل ازاي استعراض الدبابات دي واحدة يعني حاطين حافل اللي بتاع نسمي زي تغطية ولا اي حاجة زي دي تغطيات وكده القوات البحرية للطيارات القوات البرية قوات المشاة للدفاع الجوي هذه قوات برد المشاة من سلاح الطيران التصوير من سلاح الطيران برضو لقوات المشاة شو القوات عاملة ازاي دي فوق للدبابة M16 للمدفعية المدفعية لقوات الدفاع الجوي من تحية دي عمليات وتدريبات الذخيرة الحية لطيارات الأباتشي طيارات الأباتشي لاستعراض الدبابات ما يمكن حرب الشرفين جيب مظلات قوات المظلات لقوات السنايبر دي بتخهم ورا الأعداء وكده لطيارات الأباتشي نقل الركاب للسيارات المدرعة واللينشات استعراض الطيران تبقى الاستعراض الجوي الاستعراض الجوي طيارات الأباتشي والسلاح المدفعية والمشاة لقوات الأسعاف مثلا نقل الجرحى وكده نجيب كل الجرحى وكده شوف دي يعني ازاي كم واحد متعلق بالحبل والطاير كمان بيعملوا تدريبات يعني دي يتم الجاهزية للقوات المسلحة السعودية يتم فيها الجاهزية لأي مخاطر أو تهديدات قوات الطيارات يجي طويلة كم ملي دي بتخترق هذه الصلبة جات برضو بتاع القوات الجوية شوف القوات الجوية عاملة ازاي السلاح برضه من سلاح دي ميج 29 الروسية القرآن الكريم واو يصلون بشكل الدفاع القوات البحرية عشان على القوات البحرية ورا دي منظور الدفاع الجوي الأمريكية من الاستعراض العسكري هاي الاستعراض العسكري عامل ازاي واو واو دي برضه الاستعراض العسكري يتم جاهزية ويتم فهم جاهزين لأي تهديدات خارج أو خارج ده اليوم شوفوا الواد نط ازاي يعني بيشوف الأعداء كمان بينطوا من العربية العربية ماشية يجيبوها الكلاشينكوف الاستعراض كل سنة بتشترك على القناة ألف اشتراك واضغط لايك الناس الأكبر على القناة ومع السلامة.